السلام عليكم، مرحبا بكم. تقول سالي القناة ديالكم حتى نتوما على فيديو تاعنا اليوم. ان شاء الله تلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا اليوم، ما ننساوش الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه الف صلاة وسلام. اما بعد، جيتكم بواحد لافيديو اللي هي بزاف شابة، وصفة اقتصادية بزاف. ديما نحب نجيب لكم الوصفات الاقتصادية هكذا باش الناس كامل تقدر عليها، والتزيين على قدر المستطاع، تزينوا بواش قدرتو. هنايا جبت لكم لاموس تاع الليمون، بزاف بزاف بنينه، على بالكم تولوا بزاف ديروها في الدار باسكو تعجبكم ان شاء الله يا ربي. هنا نوريكم السمك تاعها كيفاش تجي. كيما راكم تشوفوا تعرفوني نحب بزاف يعني نحب ديما نوريكم الحاجه باش تعرفوا كيفاش جات، باش بنادم كي يجربها يكون مطمئن. انسان يخسر المكونات على الاقل يخسرهم في حاجه يعني تكون ناجحه. وننصح كامل اخوات لا فيديو لي فيديو يديروا فيديو وصفات كامل، يديروا وصفات لي تكون ناجحه. اذا ما كانتش ناجحه ما تركوهاش مع الناس، على خاطر الناس راهم حين يخسروا المكونات وما حين يشوفوا لجا الوصفه. يعني لازم تكون المصداقيه، وان شاء الله ديما تكون عندنا المصداقيه بحول الله تعالى. انا طولت عليكم اسمحوا لي، انا نخليكم مع لا فيديو ونتمنى لكم فرجه ممتعه. واذا عجبتكم لا فيديو تعيشوا ما تنساوناش باللايكات، على خاطر اللايكات هما اللي يطلعوا لا فيديو. الا حبيتوها بيان سور باش تطلع، ولا شفتوها تستاهل باش تطلع. شكرا جزيلا. هنا نجيبو كسرونه. هنا عندي عصير تاع القرص، عصرته في العصاره، يعني يكون كوس مطخي ما فيه حتى قطره تاع الماء، يكون كوس مطخي. هنا عندي كاس غير ربع، نفرغو كامل. هنا راح ندير 3 كيسان تاع الماء، 3 كؤوس تاع الماء. غير ربع، يعني زوج كيسان معمرين. الكاس الاخراني يكون غير ربع، خاطر الكاس تاعي تاع القاس ماشي معمر. بهالطريقة هذه نضيفو الخليط ديالنا، حبة وحدة تاع البيض، حبة بيض فقط. زون نضيفو شيلاغون تاع الليمون، نضيفو سائل الفانيلا ولا سكر الفانيلا، راح يعطو نكهة شابة بزاف. نضيفو 4 ملاعق حتى 5 تاع السكر، على خطر علاش؟ على خطر القارص كما تعرفوه يعني لازم نديرو السكر. 3 4، ندير 5 باش ما يجيناش القارص باش يجينا حلو. نخلط المكونات، ندمجهم كامل. فيهاش بزاف مكونات وتجي بنينه، خاصة في شهر رمضان الكريم الناس تحب دير التحليات. يعني نحاول نجيب لكم هكا تحليات اقتصاديين وبنان بيان سور، اهم حاجة هما يكونوا ثاني بنان. خلطنا كامل المكونات ديالنا بهذه الطريقة هذه. هنا واش نزيدو؟ نديرو زوج ملاعق كبار تاع المايزينا النعشة، وحدة ما نعمرهاش مليح والثانية نعمرها شوية فوق الأولى، ما يجينيش خفيف باش يجيني ثقيل شوية. ما لازمش يجي خفيف، ما لازمش يجي ثقيل، يعني بين وبين. نخلط المكونات، بعد ما ندمجوا لي كامل المكونات راح نحطها على النار حتى تولي لي ثقيله. نقعدوا نخلطوا حتى يثقالوا يعني يثقال الخليط ديالنا. كما راكم تشوفوا راه جاري، نقعدوا نخلطوا حتى نهار النار ونقعدوا نخلطوا حتى يولي ثقيل. هنا كما راكم تشوفوا نقعدوا نحركوا حتى نحسوها
طويله ديجا راهي بدات تقال كما راكم تشوفوا. هذا نخليها غير شويه ونحيها من فوق النار. هنا نعطيكم السر، هنا غير تبدا تغلي راح نحوها، نخلوها حتى تغلي. كي تغلي يعني خلاص جهزت، راح نحوها من فوق النار، تستناوها تقعدوا تخلطوا حتى تشوفوها بدات تغلي. كي تغلي نحيوها. هنا التحلية تاعنا راهي جاهزة. هنا نديرو واحد المكعب تاع الزبدة، بنصف ملعقة هكذا كبيرة تاع الزبدة، نخلوه يذوب. هنا ما تخلعكمش كي تشوفوها جارية، على خاطر قد ما تبرد قد ما تعقد. انا هنا حتى تبرد شوية ونخدم بها. المهم دوك تشوفوا كيفاش نديرو، تبعوا غير المراحل باش تفهموا. هنا نجيبوا اي كؤوس متوفرين عندنا. هنا راح ندير واحد الطبقه، ندير طبقه غير صغيره مع الخليط ديالنا. هنا ما راهوش يعني بارد، راهو سخون مي بردو شويه، يعني بردت شويه. هذه هي الطبقه اللي درت، راح نخلي كل شيء برد، يعني نخلي التحليه تاعي نخليها الطبقه الاولانيه تبرد وراح نرجع لكم ان شاء الله. هنايا نجيبو نص كاس تاع الكريمه شونتيي. الحليب يكون اقل من الكميه تاع الكريم باش يجينا ثقيل ويكون بارد من الثلاجه باش تخرج لنا الكريمه تاعنا ثقيله، ونطلعوها بالباتو حتى تطلع. الشونتي ديالنا كما راكم تشوفوا جات ثقيله بهذا القوام هذا، ديروها كما راكم تشوفوا. راح ندير لها شويه تاع الفانيلا، نكها غير شويه دلاشي لاغوم تاع السيترون. وهنايا راح نجيبو الخليط تاعنا بعد ما برد. كما راكم تشوفوا وهنا نبدا نخلطو بشويه. نخلطو غير بشويه ورانا ندمجو في المكونات ديالنا. كي ندمجو لنا ويتجانسنا كامل الخليط ديالنا، يعني نحسو المكونات مندمجين كيما راكم تشوفوا. ما شاء الله واحد الريحة هايلة ما نحكيلكمش. هنا الخليط تاعي راهو واجد. هنا نجيب الكؤوس ديالنا اللي كنا ديجا درنا لهم طبقة مقبيلة، وندير لهم الطبقة الثانية. بسم الله. Happy mommy, happy. Thank you, Sarah.
نديرو بهذا الطريقه. نحل الكوسكوس تاعنا بهذه الطريقه هذه. اسمحوا لي بنتي تبدل فيا. جامي كيما راكو تشوفوا. هنا تنعمر الكاس ديالي. بهذه الطريقة راح نملأ كامل الكؤوس ونرجع لكم إن شاء الله. الكؤوس تاعنا يجو بهذه الطريقة. راهي بنتي وعجبوها على بالكم إذا هاي دايرة فيهم حالة. راح نزينهم بواحد الطريقة اللي هي بسيطة بسيطة جدا. الحاجة الأولى عندي واحد شوية تاع مبشور الليمون. كيما قلت لكم تزينوا بواش حبيتو نتوما. ما كثروش غير شوية برك. تزين فقط. أنا كسرت الحبات تاع القارص يعني كنت نحيت منهم المبشور باش نزين بهم. بهذه الطريقة هذه كما راكم تشوفوا نديرو طروفة غير صغار تاع القارص كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقة هذه نجيبو حبل الملوك تاع التزيين. انا يعني راني يعني غير نشارك معاكم كيفاش زينت انايا يعني. نتوما تقدروا تزينوا كيما تحبوا نتوما، ماشي زعما لازم يكون كيف كيف ولا حاجه. غير حبيت نشارك معاكم الطريقه تاعي فقط. وهنا نجيبو حبيبات تاع الجوز ونحطو هكذا. وهنايا الكؤوس ديالنا راهم جاهزين. انا زينتهم على الطريقه تاعي واش عندي في الدار، وانتوما زينوهم كيما حبيتو. جربوهم وعينيكم مغمضين. والله شحال ملاح وشحال بنان وبزاف بزاف شابين. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. نتمنى ان شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن تاعكم. ان شاء الله ديما هكذا نقدر نجيب لكم فيديوهات هكايا وصفات يكونوا شابين ويكونوا اقتصاديين اهم حاجه، ويكونوا يعني بنان وشابين هكذا. سيرتو في رمضان الناس تحب دير حاجه شابه. انا نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم، والى فيديو اخر بحول الله تعالى. ولا تنسوكم نصفه تاعنا اليوم، ما تنساوناش بالتعليق وما تنساوناش باللايكات اذا عجبتكم بيان سور. وان شاء الله ديما نقدموا لكم هكا وصفات جميله. نقول لكم مع السلامه ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.